هيك مش غلط مش غلط ولو مش غلط يعيب الشو مش غلط مش غلط. ولادنا عم بيكبروا وعم تكبر معهم الحشرية والمقارنة مع جسم البابا والماما. مش غلط. كتار من الأهل بيسألوا نفسهم هيدا السؤال، غلط الولاد يشوفوا أهلهم من دون ملابس؟ الاثنين مش غلط. بعض العيال بترتاح من ناحية هيدا الموضوع وبعض العيال بتخجل. بكل الحالات مهم فرج الولاد كيف أنا بهتم بخصوصيتي لما بلبس ثيابي أو لما بدي أتحمم، وعلمهم أنه لازم يدقوا على الباب وياخدوا إذن قبل ما يفتحوا الباب. وكمان نحن كأهل لازم نعامل ولادنا بنفس الطريقة ونحترم خصوصيتهم. هالحلقة رح نخصصها للتحدث عن البلوغ عند الصبيان، وبحلقة أخرى رح نتحدث عن البلوغ عند الفتيات. مش غلط مش غلط مش غلط. إنه لما الواحد يصير يكبر يصير يفكر بطريقة غير، يصير يعرف إنه كل شيء. بعرف عن سن البلوغ إنه من البنات لتسعة لعشر سنين ومن الصبيان من عشرة لأربعة عشر. البنات كرمال نعرف إنه بلش يطلع لهم حبوب من بيكبروا لسان وبيصير يطلع لهم شعر. ما أعرف أنا ما أعرفش يعني بسن البلوغ. وكمان ما بعرف. لا بلش يطلع شعر تحت باطن البنات والصبيان، وكمان الصبيان يطلع لهم بوم دادام وهون ببلش يطلع لهم شعر وتصير يتخن صوتهم. لا مش فاكرة أي حاجة عن سن البلوغ. ما أعرفش حاجة اسمها سن البلوغ. بصير واحد يتغير كل شيء فيه، يعني شكله وصوت غير بصير وهيك. مش غلط مش غلط مش غلط. الولاد دايماً عندهم الحشرية يعرفوا أكتر عن جسمهم وكيف جسمهم رح يصير. كرمال هيك نحن منشجع على التربية الجنسية من الصغر، وإذا ما كنتوا كأهل عم بتقوموا بهيدا الدور ننصحكن إنه تبلشوا من هلأ. تكلموا مع أولادكن قبل ما يبلغوا سن البلوغ، يعني بين 8 والأربعة عشر سنة عند الشباب، أكيد بطرق مناسبة لعمر الولد. دايماً التجؤوا لصور علمية ممكن أولادكن يتعلموا منها عن نضوج الأعضاء التناسلية. وإذا تأخرتوا أكتر من هيك مش غلط، أنتوا افتحوا الحديث واطمنوا عن ولادكن وحكوا معهم بهذا الموضوع. شرحوا لهم أنه سن البلوغ جزء كتير مهم من حياتهم، عم بينتقلوا من مرحلة الطفل لمرحلة الشاب الناضج. لذلك ما في عيب أو خجل، شجعوهم بالبيت، الأهل والإخوة الأكبر منهم، خليهم يحسوا بأهمية هذه المرحلة ودعموا لهم ثقتهم بنفسهم تيقدروا يواجهوا العالم خارج البيت براحة في حال سمعوا انتقاد أو تعرضوا لسخرية من قبل أصدقائهم أو المحيط تبعهم. كتير مهم تفهموا أولادكن أنه صحيح كل الأولاد بيقطعوا بنفس المرحلة، لكن كل ولد مختلف عن التاني بالطريقة يلي الجسم بيكبر فيها. مش لازم يقارنوا بعضهم لأنه في شباب بياخدوا وقت أكتر من غيرهم والعكس كمان. مش غلط مش غلط. أول علامات سن البلوغ عند الشباب هي زيادة حجم الخصيتين، وهو أول تغير منلاحظه. بيبدأ اتساع الخصيتين بعمر ال 11 سنة تقريباً وبيستمر لمدة 6 شهور. بيزداد القضيب بالحجم أيضاً بعد توسع الخصيتين. تظهر هالعلامات عادة قبل نمو شعر العانة والشعر تحت الإبطين. بيصير صوت الولد أخشن وبتزداد العضلات بالحجم، ثم ينمو الشعر في الوجه. أما علامات البلوغ اللاحقة عند الذكور بعد مرور سنة هي التعرق الزائد، ورم الثديين بشكل خفيف مؤقتاً، الاحتلام خلال النوم أو القذف اللا إرادي للسائل المنوي،
ظهور حب الشباب وهي حالة جلدية بيظهر فيها البثور والرؤوس السوداء والبيضاء. أخيراً طفره النمو عند الذكور بيصبحوا أطول بسبعة إلى 8 سنتيمتر تقريباً بالسنة وبينمى عندهم عضلات أكثر. مش غلط مش غلط مش غلط. من بعد حوالي 4 سنين من ابتداء سن البلوغ تزداد حجم الأعضاء التناسلية. بينتشر شعر العانة إلى الفخذين الداخليين وبيبدأ شعر الوجه في النمو. وأخيراً ازدياد الطول بمعدل أبطأ بيتوقف تماماً بعمر 16 سنة تقريباً، لكن بيستمر الحصول على المزيد من العضلات. مرحلة النضوج أو البلوغ بتكتمل عند معظم الذكور بعمر 18 سنة، وهيك بتكونوا شرحتوا لأولادكم كل شي لازم يعرفوه عن سن البلوغ عند الشباب. مش غلط كمان نشرح لبناتنا عن سن البلوغ عند الشباب تيكونوا مثقفين ومتحضرين نفسياً للتغيرات يلي رح يشهدوا عنا مع إخواتهم وأيضاً بالمجتمع مع أصدقائهم، ويكون عندهم الثقة الكاملة بنفسهم والتقبل للجنس الآخر بهيدي المرحلة. مش غلط. هاي إنعم. هاي ميليسا، كيفك؟ كيفك؟ منيحة، أنت كيف؟ إنعم، كتار من الولاد بعمر صغير يمكن عندهم الحشرية وبصيروا يسألوا الأهل يطلبوا أنه يشوفوا الأعضاء الخاصة تبعهم، يمكن أكتر البنات مع الأمات والصبيان مع البيات. برأيك الأراء كتير تختلف عند الأهل، كيف لازم نتعامل مع الموضوع؟ الأراء بتختلف عند الأهل، والأراء بتختلف كمان شوي عند أخصائيين علم النفس. هلأ من المعترف عليه الولاد تحت عمر 3 سنين فيهم يشوفوا الأهلين، يعني البي والأم بالزلط. من 3 سنين للخمس سنين البنت فيها تشوف أمها والصبي فيه يشوف بيه. فوق الخمس سنين بيختلفوا آراء الأخصائيين، في منهم بيقولوا مش غلط الولاد يشوفوا أهلهم اللي من نفس الجنس، يعني البنت مع أمها والصبي مع بيه. في منهم بيقولوا لا. أنا من الرأي اللي بميل للمبلا، مهم كتير البنت تشوف كيف جسمها رح يكون عكبر، ومهم كتير الصبي يشوف كيف جسمه رح يكون عكبر، لأنه بعدين بس تبلش التغيرات بجسم الصبي أو البنت عند البلوغ أوقات كتير بينقذوا أو بياخدوها بشكل سلبي بدل ما ياخدوها بشكل إيجابي. ومهم كتير بهالعمر، بما أنه عم نحكي هلأ صرنا عمر 8 سنين وطلوع، مهم هون كمان نقول للأهل أنه هلأ حين الوقت تحكوا مع أولادكم بطريقة علمية وتسموا الأعضاء الجسم بأساميها العلمية، يعني بنقول عضو تناسل الذكري أو البنس أو البني بالفرنسي، أو عضو تناسل نسائي أو الفاجا أو الفاجينا. فهلأ ضروري نسمي الأمور بأساميها، لأنه كمان بالمدرسة هلأ ببلشوا يتعلمون. طب إن عامل الأهالي اللي بيستحوا، في أهالي ما بيقدروا يعملوا هذا الشيء، غلط شيء ممكن مثلا يستعينوا بصور يفرجوا أولادهم فيها؟ صحيح، لا مش غلط إذا الأهل بيستحوا، بس ما يكونوا عم بيعيبوا على هيدا الشيء. يعني فرق بين ما أنا أقول إنه أنا ما بحب أشلح قدامكم بين لا عيب تشوفني بالظلط. فبشجع الأهل ما يقولوا عيب، لأنه منا عيب، والأهل ما بيحبوا يشلحوا قدام أولادهم بشجعهم كتير يروحوا على رسومات علمية يفرجوا فيها جسم المرأة والرجال لأولادهم. كتير حلو. نعم، أما بخصوص سن البلوغ عند الشباب نفسياً شو بيصير عند الشاب؟ سن البلوغ عند الشباب هو سن بيبقوا ناطرينه الصبيان، والمشاعر فيه بتبقى متضاربة. يعني من جهة الصبي كتير مبسوط، عم بلش يحس حاله أنا عم بكبر، أنا عم صير رجال، بلش يطلع لي وبر أو شعر حول العضو التناسلي، تحت باطي، شوار، بهالقصص. بنفس الوقت في عنده شعور انزعاج، لأنه منعرف أوقات وقتا يطلع الشعر بالوجه بهاي المرحلة في كتير ولاد صبيان بيتبشعوا فيها، أوقات كتير بيطلع بذور بالوجه كمان بيتبشعوا فيها، يمكن يتعرضوا للتنمر من وراء هيدا الشيء، ففيها المشاعر المضاربة. كمان في عنا الشق الثالث هو الهرمونات اللي كتير بتلعب دورة سلبياً بحياة الصبي، لأنه بيصير هالهرمونات اللي عم تشتغل بجسمه عم تصيره، ومش بس جنسياً عم تصيره كمان نفسياً وعصبياً. بنصير نشوفهم عصبيين، أوقات كتير بيصيروا يميلوا للعنف، أوقات كتير حتى بنشوفهم عم بيعبروا برسومات أو قصص بطريقة بيرسموا وحوش وهيك، أو بيرسموا شخص مقسوم نصين، نصه وحش نصه إنسان. فهيدا بيفرجينا عن الصراع اللي جواتهم للصبيان، اللي هو مبسوط أنا عم صير رجال
وبس مزعوج من هالقصص اللي عم تصير معي ومبسوط ببعض المحلات بجسمي اللي عم يطلع فيها شعر او شيء. من جهه تانية نحن اوقات كاهل منزيد من الالم النفسي عند اولادنا الصغيرين، منخاف ننقز، مش منخاف ننقز، منصير نحن لانه كمان اوقات كثير بنجي بنقول له انت صرت شاب، اوقات كثير بنقول له لا انت بعدك ولد، فكمان نحن منزيد على ضياعه. وهون بحب اقول للاهل انه اعملوا معروف، عرفوا كيف تتعاملوا مع الولاد عند البلوغ، خاصه وقت يوصلوا على المراهقه. ما فينا نهار نقول له لا بعدك ولد، ثاني نهار لا انت صرت شاب، فبدنا نمشي معه انه لا هو عم بيصير شاب، عم يكبر، بطل ولد عم بيصير شاب، ايه عم يكبر. مرسي انعام، ثانك يو اليك. مش غلط مش غلط مش غلط. ما تنسوا تشتركوا معنا وتتابعونا على قناة يوتيوب بي لايت فاميلي، وتتابعونا كمان على صفحتنا على الفيسبوك. ناطرين أسئلتكم وتعليقاتكم تنقدر نتواصل معكم أكتر، لأن الثقافة الجنسية مش غلط.